ترانه يا هليكوبتر ترانه وديني ضمني ضمني من شمال ومن يمين ضمني ضمة صغير يا حي والله العيد هلا ضمني ضمني صغير من دني يدك بشوف هناك صغير من دني يدك بشوف خلدي هنا نواف يا ويلك نعلم وجدك ما حد ابو جدك ما عاد هناك ضمني من شمال ومن علي كذا الحنا علي مت صغير يحبون هلا يا جندبه صبيحه من حبنا الى اخر حب يلا بسيل ولا مطر يسي لنا وادينا دانا ودانا دانا يا عسل جبوحة يا لدان ودانا صبيحة من حبنا إلى آخر حب يلا بسيل ولا مطر يسي لنا شغال أنا الله يشغل الشيطان اكتب على الشاشة الاسم اللي تبغاه بشر مساعد ها؟ لأنه طن 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 طن. الجبن بارد يعني جبن حار يا أخي. يا غبي الجبن مغير. هذا يقول جبن بارد. ابزعونا بالشطة يا أخوان شما. خبز تميس وخبز شما. ما شاء الله أبرك بيو. مهر من الثلاجة. أبرك صبح. جبن شطة جبن شطة. قاعد كل شيء بناكله الحين غصبه غصوبين طرق والله ما ينذاق ساعات احنا بناكل قلت قال عربي يا جالها ما تحدي هو صعب يضرب دي عز الله رايتكم صفرة جالها ما تحدي يا صديقي قال يلا ابي اشتهي منبذ قال دخل علينا وجينا كله كيك قال ما من عنوان دريس وكذا تاسع تاسع لا جدو بقوم بقوم سحبت علي ليه؟ بقوم بقوم العشاء قام منه منبز يقول ما لقى يقول حق سان لقى مغسرة حقتي الله مغسرة من؟ انا ومدي الكواي ومدي ثياب معها في القاس حق ولد شال مغترب بيدهم يا من ربيع اللي راحوا لهم اعرف لك واحد شرى لها العاب واجد علشان وين؟ مو هنا علشان علي يا غبي علشان يودونه علي علي شكم؟ اعجبك الفطور صح؟ علي يا غبي افتح الخبزه هذه فاتحها الحين خلاص تبي صاحب بيض؟ عمل خلوا الله يسامح عدو رجال الخبزه احر من البيض والله العظيم والله العظيم انا ما ادري لو كنت اقلي بيض على غاز ولا اقلي على ثلج ما شاء الله يا جالس والله طولنا والله ما نسامح طاهر ما جلدتك انا لازم اتفاهم معك لازم خليك ترجع الذكرى ها كنا بارده في شيء مالح وشو انا اتوقع انها حار بس يوم طلع من هناك جاء هنا برد برد برا لا والله ما يبرد والله انه اي ما هو بارد الا كلام الريجي حار 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 كلام الريجي حار حار الله يبشر في حد تحسس من حكار الريجي اللي مو رجال يرد على الريجي رد ولبخ الرجال اللي هنا ما بيها يعني امرك طويل سلم شارك ما بيها الله لا يشكرك فضل ما بيها ما بيها الله لا يشكرك فضل لا 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 شكرا شكرا العابك؟ طلعت العاب سعد راح يقطع بليزكم. والله خلاص. والله انت الله مو بكرة حلفت عليك. مع السلامة، راح مبروك عليكم. بس. دايركت حجر التذكرة. بدون تذاكر. تسقينا مطرنا.
يا جندوبة سعد ما شكل لا طلعنا من هنا عد وصف زين عشان نروح لحج ما ها وصف زين تبي نصيحة لا وقت ما شاء الله ليش صارت تبي المقلي على الرك يا ما شاء الله ايش الفروع الحلوة خلاص خلاص خل خل ما شاء الله حلو جيد والله اني تلاحم على طول ما يتعطل تمرين 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 ارحب وين البارح ارحب يا بن عمو ارحب يا ابو ايمن يا لبا مجدل انا يا ولد شعري دبك 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 وشو طيب خله يحدك دبك يعني يرى انا بتتعب المطر دبك 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 عن نفس وجه دبك 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 يلا تاكل هالبل بداية العشاء يا ظهر كذا يقول كذا يا رب منفرجة والله العظيم والله شو يقول والحلال يدور يقول كذا يا رب ظهر واحدة ومدبق عندي ايش ذا الدبك ما في شاهي ما في ولا حاجة شك تبغى حليب ابي على بندر ضحك اذا خلص عبد من عند سعد سترون ما يعجبكم ويروعكم ويمغثكم نعم انا وعلي انا وكابي اليتيم كاذبين في الجنه كانت معك تلقون وشو انا معكم في شيء يا رجل دخلوا لي معكم في يعمل ترى ما يعمل عندنا تدشين انا وياك ورشيد والله شخصوني لا رشيد طلع ما ادري به عملنا الانتخاب ما نبغى رشيد عملنا الانتخاب رشيد خاين هذا ما يجوز احنا انا وياك ورشيد عندنا تجين لا رشيد خاين تجين متى الحفل الاسبوع الجاي راحوا يا ابداح وجبروا سووا العمل ولا علموني بس والله ايه خانوني متى ها جديد ها عمل جديد ما ادري بس اللي الظاهر بيسوونه انا لازم لازم علي بالابدان لازم اسوي انا علي هذه انا معكم ما قلت عيل الابدان يا اخي والله ذوبي عليك ثقه في يمتي انا قمت انا فوحه معي عاد عاد ذوبي انت ما عليك قسم تعال يا سعد ها تفضل انت هذا امشي يا ما سرحنا والهضوم مليانه ويا ما سرينا والزقف مليانه وين يا مدخل وين يا مدخل وين شو اسمه مالك لو روحي الفيديو مالك لو تسجيلنا احنا الحين خلنا نسجل وانتو احنا بنطق وانتو يا اخي نسخه والله تعال يا اخي البخ 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 عشرة والله الناس كلها عند الحين ايه بس الساعه 7 من عليك عازل واقعيه كم الساعه الحين الحمد لله ها كم الساعه